الإمام البخاري والإمام ابن القيم وغيرهم يرون التفصيل، فاللفظ يراد به المصدر أي التلفظ، وهذا مخلوق، تلفظ مخلوق لأنه عبارة عن أداء وصوت، والصوت مخلوق، صوت القارئ وأداؤه للقرآن مخلوق، ولذلك يختلف القراء، بعضهم صوته حسن وبعضهم صوته غير حسن، بعضهم يلحن في القرآن وبعضهم يقرأ القرآن جيدا. فلو كان اللفظ الذي هو التلفظ، يعني التلفظ هو القرآن، لم يختلف هذا الاختلاف من حسن إلى ما دونه وإلى خطأ وصواب في اللفظ، لأن كلام الله شيء واحد. فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت مخلوق، وعلى أن التلفظ هذا فعل الإنسان وأنه مخلوق. أما الملفوظ به، اسم المفعول الملفوظ به، فهو القرآن غير مخلوق. ففيه فرق بين اللفظ والملفوظ. اللفظ الذي هو المصدر بمعنى التلفظ هذا مخلوق، لأنه صوت الإنسان ويختلف من حسن إلى غير حسن، إلى حق إلى صواب إلى خطأ ولحن، هذا مخلوق. أما الملفوظ به فهذا غير مخلوق. فلا يجوز أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقة، ولا يجوز تقول لفظي في القرآن غير مخلوق مطلقة، بل لا بد من التفصيل. تقول إن أريد باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن أريد باللفظ التلفظ والصوت فهذا مخلوق، هذا هو الحق. أما النفي مطلقا هذا خطأ، لأنه يشتمل على حق وباطل، يشتمل على حق وباطل. فإن قلت لفظي في القرآن مخلوق مطلقا أخطأت، وإن قلت لفظي في القرآن غير مخلوق مطلقا أخطأت، وإن فصلت فهذا هو الحق. وهذا الذي مشى عليه الإمام أحمد والبخاري وابن القيم هنا في النونية وغيرهم، هو واضح ما في إشكال. كذلك الكتابة، الكتابة هل الكتابة مخلوقة ولا كتابة القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تقول نفس اللفظ، نفس الكلام الذي في اللفظ. إن كان المراد بالكتابة معنى الكتب والخط فهذا مخلوق، لأنه عمل الإنسان، ولذلك يختلف من خط جيد إلى خط غير جيد، فهو عمل الإنسان، كتابة الإنسان، الإنسان يخط ويكتب، فالكتب الذي هو الخط هذا مخلوق وعمل الإنسان. أما المخطوط والمكتوب فهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ولذلك لابد من التفصيل في الكتابة، كتابة القرآن، هذا هو التفصيل الذي يميز الحق من الباطل. أما الإجمال فإنه خطأ سواء بالنفي أو بالإثبات، لأنه يحتمل حقا وباطلا. وربما إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا فرح الجهمية بذلك، إن قلت غير مخلوق فرح الجهمية بذلك. فإذا فصلت سددت الباب عليهم وبينت الحق. أما الإمام محمد بن يحيى الذهلي فهو يرى السكوت عن هذا، فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لكن هذا ما يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق، وربما يفتح الباب للمبطلين. لا شك أن الصواب أنه مع الإمام أحمد ومع البخاري ومن قال بالتفصيل، هذا لا شك. نعم شيخ، إذا قلت ما بعد السلام الصوت والألحان صوت القارئ، لكن ما المثل هو القرآن، يكفي هذا؟ الصوت صوت القارئ والألحان
والكلام كلام الباري يعني في الصوت يقولون كذا. لا ما يقولون يقولون الصوت صوت القاري. نعم. والكلام كلام الباري. اترك الألحان القرآن الحان. لا هذا الحكم يا شيخ. لا لا القرآن ما هو بالحان. هذا غلط. غلط. والحكم رحمه الله ما له حق يتدخل في شيء وهو لم يتقنه. نعم. هذه مسألة تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فكر، ما يلبس على طول الألحان. القرآن ما هو بالحان. نعم. وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. يعني في فرق بين المصدر وبين اسم المفعول. نعم. المصدر مخلوق، وأما اسم المفعول فهو كلام الله عز وجل، المقروء المتلو المكتوب كله كلام الله. نعم. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب. هذا البرهان على التفصيل، هذا البرهان على التفصيل، أن الصوت يختلف والكتابة إن الذي هو المخلوق. خلق يختلفون من صوت حسن إلى صوت غير حسن، إلى كتابة جيدة كتابة غير جيدة. عمل الإنسان هو الذي يختلف. نعم. والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. فلو كان الصوت هو كلام الرب ما اختلف. نعم. وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. فلو كان الخط والكتابة هي كلام الرب كما يظن بعضهم لما اختلف هذا الاختلاف. نعم. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتاب الرق. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم لا لا الرق الرق صح. نعم. الرق هي رق منشود، يعني الرق الورق، الرق المراد به الورق. نعم. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. يعني كلها مخلوقة، الصوت مخلوق، الورق الذي ورق المصحف هذا مخلوق، الحبر المداد الذي يكتب به القرآن المداد هذا مخلوق، عمل الإنسان وهو الرسم هذا مخلوق، لكن المكتوب هذا هو كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق وهو فيه غير جبان. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق فيه وهو غير جبان. غير جبان والإنصاف في بعض النسخ والإنصاف، والظاهر أنه صح الإنصاف. نعم. الحق والإنصاف. نعم. غير جبان. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا القحطاني رحمه الله، لا قحطاني عالم من علماء الأندلس، له قصيدة اسمها نونية القحطاني مشهورة، وذكر ابن القيم منها هذين البيتين: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. البيتان من نونية القحطاني، وأثنى عليها ابن القيم لأنه أتى بالتفصيل، أتى بالتفصيل الذي هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة أهل الحديث، فصل بين الورق
وبين المكتوب في الورق. المكتوب في الورق هو كلام الرحمن، والكتابة والورق هذان مخلوقان. نعم. وكذلك في القراءة الصوت مخلوق، أما المصوت به والمقروء فهو غير مخلوق. نعم. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هو قول ربي آيه وحروفه، هذا رد على ابن حزم أن يقول في المصحف مخلوق. نعم. ومدادنا اللي هو الحبر، والرق الذي هو الورق، والكتابة التي هي الخط، هذا كله عمل ابن آدم ومخلوق. نعم. هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين مسلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. تفصيل لابد منه، هو حقيقة العرفان، والحقيقة في هذه المسألة فلابد من التفصيل، لابد من التفصيل. أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق. نعم. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان. في فرق بين المتلو والتلاوة، المكتوب والكتابة بينهما فرق. نعم. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. نعم. هذا رد على اللي يجملوا قالوا ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، هذا إجمال ما يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق. وهذه البيت هذا قاعدة ينبغي يتخذها طالب العلم، عليك بالتفصيل والتمييز، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود، قد أفسد هذا الوجود وخلط. فلا بد من تفصيل، ولا بد من اللي ما يحسن يفصل لا يتكلم يسكت، أنه ما يحصل بكلامه فائدة. اللي ما يحسن التفصيل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، بل يطلق الأمور على عواهنها، هذا يخلط على الناس، إما أن يجعل الكل حقا أو يجعل الكل باطلا. نعم. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. كل ما يحصل من الأخطاء إنما سببه عدم التفصيل بين الحق والباطل، ولابد من التفصيل والتمييز وعدم الخلط، لابد من هذا. قد يكون في كلام الخصم شيء من الحق وفيه شيء من الباطل، فلا تجعله كله باطلا ولا تجعله كله حقا، الميز ميز بين حقه وباطله، فلا ترده كله ولا تقبله كله، بل ميز بين ما فيه من حق وصواب وما فيه من باطل وخطأ. فإذا كنت لا تحسن فلا تدخل هذا الميدان. لذلك دخل إمام جليل هو الإمام ابن حزم ولم يميز، فوقع في هذا الغلط العظيم. نعم. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. طيب بعد شوف هو التفصيل. نعم. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان. التلاوة، إذا قيل هل التلاوة
هل التلاوة للقرآن مخلوقة؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فلا بد أن تفصل. تقول أما المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما الصوت والأداء فهو فعل البشر وهو مخلوق. نعم. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان. إذا قيل التلاوة للقرآن مخلوقة ولا غير مخلوق؟ يجيك واحد يقول لك يلا تكلم، التلاوة للقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ فإن أجبت بالنفي مطلقا أخطأت، وإن أجبت بالإثبات مطلقا أخطأت، وإن فصلت ميزت بين الحق والباطل. نعم. يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. فتقول للسائل ما مرادك بالتلاوة؟ مرادك المتلو؟ هذا غير مخلوق. مرادك اللفظ والصوت والأداء؟ هذا مخلوق. نعم. هو غير مخلوق كذي الأكوان. الأكوان مخلوقة. كذي الأكوان كذي. هذه إشارة. هذه إشارة. إشارة. يقول الأكوان مخلوقة. نعم. يقول يعنى بها المخلوق هو كلامه. هو غير مخلوق كذي الأكوان. يعني ليس كهذه الأكوان مخلوقة. هذا تابع للنفي. ليس مخلوقا كهذه الأكوان المخلوقة. فهمت؟ نعم. يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كالأكوان. كالأكوان المخلوقة. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. أما الصوت والأداء فهما خلقان. نعم. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. أنكروا عليه، الذين أنكروا عليه ما فهموا قصده، ما فهموا قصده رحمه الله. نعم. هذا الذي قصد الإمام البخاري في قوله إن التلاوة أو القراءة أو الكتابة فيها تفصيل، شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. نعم. هذا الذي، وهو الذي، هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. فأنكروا عليه، أنكروا عليه بدون تفهم لكلامه ومقصوده. نعم. ورموه بأنه يقول بخلق القرآن، رموه والعياذ بالله بأنه يرى خلق القرآن، وهذا اتهام شنيع لإمام جليل. نعم. لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. الإمام أحمد، لأنه هذا سابده إليه الإمام أحمد، سابد البخاري إلى هذا شيخه الإمام أحمد. نعم. في اللفظ لما أن فض الدين عن هو اهتدى للنفي ذو عرفان. نفى أض الدين عن التلاوة، لما تكلم عن التلاوة نفى عنها الضدين، فقال التلاوة ليست، لا يقال إنها مخلوقة مطلقة ولا يقال إنها غير مخلوقة مطلقة، فلا بد من التفصيل. نعم. لما أن نفى الضدين، يعني قال التلاوة لا يقال إنها مخلوقة مطلقة ولا غير مخلوقة مطلقة، بل لا بد من التفصيل بين التلاوة والمتلو. نعم. لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أن فضل الدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. نعم. ف
فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. فاللفظ بمعنى التلفظ هذا مخلوق وهو فعلنا، أما الملفوظ به والمتلو فهو كلام الرب غير مخلوق. نعم. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. نعم، أنكر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنكر أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنكر هذا، بل لا بد من التفصيل. نعم. فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. لما انتهى من كلام المتكلمين وأهل السنة والتفصيل في هذه المسألة، أراد أن يتمم البحث في ذكر كلام غير الإسلاميين في كلام الرب عموما، في كلام الرب عموما من الفلاسفة والقرامطة والاتحادية، هذه طوائف كفرية. فالفلاسفة جمع فيلسوف، وفيلسوف كلمة يونانية، يقولون أنها مركبة من كلمتين، فيلا وسوفا، فيلا معناها المحب، وسوفا معناها الحكمة. الفيلسوف معناه عندهم محب الحكمة، هذه كلمة يونانية قديمة، واليونان كما تعلمون دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة قدامى كأرسطو وأفلاطون، أفلاطون هو الأول ثم أرسطو، وجاء بعده فلاسفة، ثم تتلمذ عليهم فلاسفة ينسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا، هؤلاء ينسبون إلى الإسلام، ونصير الكفر الطوسي الشيعي الملحد، هؤلاء فلاسفة ينسبون إلى الإسلام، وهم تلقوا مذهبهم عن فلاسفة اليونان. والسبب في سريان فلسفة اليونان إلى المسلمين واعتناق هؤلاء لها هو المأمون، هو المأمون غفر الله لنا وله، فإنه هو الذي نقل كتب الروم وعربها وجعلها بأيدي المسلمين بما فيها من شر وما فيها من فتنة وما فيها من ضلال، فأثرت على كثير من المسلمين فيتحمل وزرها وإثمها. والسبب في هذا أنه استوزر أناسا خونة من المعتزلة وعلماء الكلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم، فلما عربت هذه الكتب دخل الشر على المسلمين. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون، فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه. على كل حال هذا هو السبب، هو السبب الذي وصل هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الإلحاد إلى من تأثر به من المسلمين. وحمى الله الأئمة وحمى الله علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة، لكن حصل عليهم محنة بسبب ذلك، كما حصل على الإمام أحمد وغيره من الأئمة، كله بسبب تعريب هذه الكتب وإدخالها في بلاد الإسلام. نعم. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا. ابن سينا هو
علي بن سينا الرئيس، يسمونه الرئيس لأنه متقدم في الفلسفة والطب، وهو من الباطنية، من الشيعة الباطنية، شيعي باطني، اللي قال لهم الآن الإسماعيلية، ومنهم القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط الأحسائي الذي عذب الحجاج وقتلهم في المسجد الحرام وفي عرفة يوم الوقوف، قتل وذبح منهم مذبحة عظيمة قبحه الله، هذا القرمطي، وهو إسماعيلي شيعي إسماعيلي باطني. ومنهم نصير الدين الطوسي الخبيث الملحد الذي جر التتار على بلاد المسلمين، هذا من الشيعة الباطنية. نعم، ابن القيم يسميه نصير الكفر بدل نصير الدين. نعم، وابن العلقمي الشيعي أيضا وزير الخليفة العباسي، هو الذي أيضا تعاون مع الطوسي فجر جيوش التتار على المسلمين. نعم. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا سماه بالقرمطي لأنه يعتقد أو يعتنق مذهب الباطنية القرامطة. نعم. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. ابن سينا اعتنق هذا المذهب الإلحادي، مذهب الفلاسفة، لكن أراد أن يجمع بين الفلسفة وبين دين الإسلام بزعمه، فألبس الفلسفة ثوبا دينيا، ألبسها ثوبا دينيا، وزعم أنها لا تتعارض مع نصوص الإسلام، فجمع بين التلبيس والتضليل والعياذ بالله. وإذا رأى النصوص تخالف ما يريد أول النصوص وحرفها حتى تتوافق مع ما يريده. وهذا الملحد يرى أن كلام الله أنه ليس لله كلام، ليس لله كلام، بل لا يؤمن بوجود الله، فالفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله، وإنما يقولون هذا الكون ناشئ عن الطبيعة، وهذا الذي تسمونه القرآن هذا ليس كلام الله وليس لله كلام، وإنما هذا فيض فاض من العقل الفعال اللي يقولون أنه أحد الأفلاك أو فلك القمر الذي تنشأ عنه الحوادث، فيض فاض منه وصادف أن محمدا له فطرة صافية وذكى، فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره كأن أناسا يخاطبونه ويكلمونه يظنهم ملائكة، فتكلم بهذا الذي تسمونه القرآن تخيلا منه، محمد تكلم بهذا القرآن تخيلا منه لما فاض عليه على نفسه من العقل الفعال، وأراد بذلك تأثير على العوام، أما العقلاء فإنهم لا يتأثرون بهذا، ولذلك بزعمه أن القرآن ما فيه براهين وإنما هو خطب ومواعظ وليس فيه براهين عقلية. هذا رأي ابن سينا في القرآن، أنه صاغه محمد بناء على ما تخيله في ذهنه، يريد بذلك إصلاح العوام الذين ما يحتاجون إلى براهين، يكفيهم الوعظ ويكفيهم الخطابة والتأثير، فصار القرآن من هذا النوع. هذا رأي ابن سينا في القرآن، هذا الذي يفتخر به بعض الجهال الآن يقولون أنه من فلاسفة الإسلام ومن يفخمونه ويعظمونه.
وهو ملحد خبيث. نعم. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. قال القرمطي يعطيكم حقيقة مذهبه أنه باطني، أنه من الباطنية، والباطنية هم أكفر الخلق. نعم. فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علتها، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. يقول ما فيه رب، وإنما هذه طبيعة تسمى العقل الفعال، وهو فلك من الأفلاك، هو اللي يدبر الدنيا ويدبر الكون، هذا عنده اللي مصدر هذه الكائنات أو علة العلل يسميه. نعم. حتى تلقاه زكي فاضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي ما فيه نبوة ولا فيه رسالة، وإنما هو إنسان ذكي، إنسان ذكي وصافي الذهن، فخيل للناس هذه الأمور تخيلا، ولا ما جاءه ملك ولا نزل عليه قرآن، ولا إنما هو ذكي، عنده ذكاء مفرط، فخيل للناس هذه التخيلات وقال إن الرب أرسلني وأنه أنزل علي هذا القرآن وأن هذا كلام الله، وإنما هو شيء حدث في نفسه وتخيله وأصدره للناس كلاما على حسب عقول العوام. نعم. هذا اعتقاد ابن سينا في القرآن والعياذ بالله. نعم. حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان. حسن التخيل، يقول ان عنده تخيل ولا معنى حقيقة، وعنده بيان يعني فصاحة في الكلام، يستطيع ان يخاطب الناس بالفصاحة، فالقرآن انما هو مجرد خطابة فصيحة ومواعظ تهديد وتخويف فقط، ولا ما فيه من الحقائق البرهانية شيء. نعم. والقرآن يصلح للعوام ولا يصلح للعقلاء والباحثين عن البراهين. نعم. فأتى به له كتب في هذا، ما يدار الكلام هذا عنه مجازا، كتبه موجودة، الإشارات لابن سينا، وله كتب صرح فيها بهذه الأمور موجودة الآن. نعم. أعظمها وأخطرها وأشدها كتاب الإشارات. نعم. فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. شوف، يقول أنه مجرد خطابة ومواعظ، ما فيه براهين عقلية تقنع العقول. ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. يقول محمد يعلم أن هذا ما هو بحقيقة اللي هو يقول هذا، ولكنه يريد يخيل للناس لأجل مصلحتهم فقط. نعم. وله ذكي يعرف أن هذا ما هو صحيح، ولكن أراد يخيل للناس هذه الأمور من أجل مصلحتهم. ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكاني. يقول هو لو خاطب الناس باللي هو يعرف ما قبلوا منه، لو خاطب الناس بالحقيقة ما قبلوا منه، لكنه خاطبهم بما يصلح له. هكذا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، وأنه ما هو يقول الحق، وإنما يخيل للناس علشان مصلحة الناس فقط. نعم. لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. نعم. ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني. تخيلات يعني. من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني. أعلم. من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني.
فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان. كل الرسل كذلك عنده، كل الرسل كذلك عنده مخيلة، نعم، ومشبهة، ما أتوا بحقائق، حقائق التي يعرفها الفلاسفة ما أتوا بها، نعم، وصحيح حقائق اللي عندهم ينزه عنها الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعم. فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله، لكنه حل لذي العرفان. إذن العوام ما يصلح يأولون القرآن، بل يخلونه على ظاهره، أمر ونهي ووعد ووعيد وأخبار، يخلونه على ظاهره، وكلام عن الرب وأسمائه وصفاته يخلونه على ظاهره، ما يصلح للعوام إلا هذا. لكن لو فسر القرآن التفسير الصحيح ما قبله، أنه ما تحمل أذهانهم اللي يسميه التأويل. فإذا تأولناه كان جناية منا وخرقة ياد ذا البستان. لكن حقيقة قوله أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان، الرسل يعني، حقيقة قول ابن سينا أن الرسل جاءوا بالكذب من أجل مصلحة الناس، كذبوا من أجل المصلحة، نعم. والفيلسوف وذا الرسول لديهم، الفيلسوف عنده أفضل من الرسول، الفيلسوف لأنه عارف الأمر ولا يتكلم إلا عن برهان وعن حقيقة، أما الرسول هو يخيل ويكذب من أجل المصلحة، فالفيلسوف أفضل عندهم. والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، ما هما عدلان، الفيلسوف أفضل لأنه يعني عارف إن الحقيقة ويتكلم بالحقيقة أيضا. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، عوامهم. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان، الفيلسوف نبي العقلاء، وأما الرسول فهو نبي العوام. إيه خذوا من هكذا، نعم. هذا اللي يمدح ويقال هذا من علماء الإسلام وتسمى باسمها أشياء منشآت، نعم. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان، هذا هو الحق، الحق ما جاء به منطق اليونان والفلسفة، وأما ما جاءت به الرسل فإنه مجرد تخييل فقط لا حقيقة له، ويصلح للعوام، نعم. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بلباني، تأثر بابن سينا طوائف أخذوا مذهبه كالفارابي وغيره، نعم. منهم نصير الكفر في أصحابه، نصير الكفر الذي هو نصير الدين الطوسي الشيعي الباطني الذي جر التتار على بلاد المسلمين، نعم. منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، نعم. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. هذه حقيقة الباطنية، أنهم أعداء الرسل وأعداء المسلمين وأعداء الموحدين وإن كانوا يتسمون بالإسلام، نعم. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل وفي الأعيان، انتقلوا لابن عربي والصوفية، نقف عند هذا، نعم. وحدة الوجود. شيخ
هو كتبها قرامطة لا زالت تطبع الآن. نعم تطبع تبي تمنعه تطبع ويعتنى بها وتوزع، لكن إن شاء الله في بلادنا لا. في بلادنا لا، يمكن كتب العربي أنها توجد في بعض المكتبات الخصوص و... نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية أن القرآن مخلوق، لكن لا يقولون كله مخلوق، يقولون اللفظ مخلوق وأما المعنى فهو من الله سبحانه وتعالى، فقولهم مركب من كلام أهل السنة وكلام أضدادهم من الجهمية. أما ذكر أقوال هذه الفرق، ذكر قول الاتحادية. من هم الاتحادية؟ الذين يقولون بوحدة الوجود، الذين يقولون إن الرب هو الوجود، هو الوجود كله، ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، فكل هذا الموجود هو الله تعالى، الله عما يقولون. وبناء على قولهم بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام الذي في الوجود هو كلام الله، ليس هناك كلام خالق وكلام مخلوق، بل كل الكلام كلام الله. هذا غلو فيه والعياذ بالله في الكفر والإلحاد، حتى الشتم والسب أو الزور، وحتى كل كلام القبيح ينسبونه إلى الله تعالى، الله عن ذلك غلوا كبيرا. ويقول شاعرهم كل كلام في الوجود كلامه، سواء النثر هو نظامه، يعني الشعر والمنثور والسب والشتم وكلام الإلحاد كلام الكفر كله كلام الله. وهذا متفرع عن مذهبهم الخبيث، وهو القول بوحدة الوجود. هؤلاء هم الاتحادية، وزعيمهم ابن عربي الحاكمي الطائي المعروف الملحد، هو زعيم الاتحادية قائلين بوحدة الوجود، الذي يسمونه العارف بالله ويعتقدون أنه ولي الله. نعم. وأتى الطوائف الاتحاد بملة صمت على ما قال كل لسان، يعني كلامهم أقبح الكلام فيها، واعتقادهم في كلام الله هو أقبح أقوال العالم. نعم. قالوا كلام الله كلها ذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيحه صدقا وكذبا واضح البطلان. وكل الكلام عندهم كلام الله، الكذب والصحيح والشعر والنثر والزور والبهتان والسب والشتم كله كلام الله عندهم، لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق والمخلوق، بل كله كل الموجود هو الله عندهم. نعم. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان. كل كلام الله عندهم تعالى، الله عما يقول. نعم. وعين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران، يعني عندهم هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان. هذا الذي أدى إليه أصلهم، يعني أصل مقالتهم وحدة الوجود، بناء عليه قالوا إن كل الكلام كلام الله، ليس فيه انقسام بين كلام خالق وكلام مخلوق، هو كلام الخالق كله.
هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مفتح البنيان، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان، فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هنا قولان. إذا كان الوجود كله هو الله فكل كلام الكائنات يسمى كلام الله لأنها هي الله عندهم. لا. وكذا قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. لا، ويترتب على هذا المذهب الخبيث أيضا الكل الكائنات هي الله، حسنها وقبيحها، الكلب والخنزير وكلها عندهم هي الله، الكلاب والقطط والخنازير والحوايا والوحوش كلها هي الله عندهم، تعالى الله عما يقول. نعم. وكذا فقد وصفوه ايضا بالكمال وضده من سائر النقصان. وصفوه بالضدين بالكمالات وبالنقائص، لان هذا كله متفرع عن وحده الوجود، فاذا كان الوجود فيه كمالات وفيه نقائص وفيه مدح وفيه ذم وفيه خير وفيه شر وفيه حسن وفيه قبيح، اذا يلزم ان يوصف الله بالمتضادات، تعالى الله عما يقولون. نعم. هذه مقالات الطوائف كلها حملت اليك رخيصة الاسنان. الان انتهى من سياق اقوال الفرق في كلام الله، وذكر ان هذا الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذكره انه نادر ان تجده في كتاب من الكتب، إما يحث على فهمه وعلى الاعتناء به حتى يكون الإنسان عنده إلمام بمقالات والطوائف في كلام الله سبحانه وتعالى، كلها موجودة في هذا النظم من حين بدأ إلى أن انتهى إلى هذا الموضع، كل سياق كلام الفرق. نعم. هذه مقالات الطوائف كلها، يعني من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن كرامية ومن كلابية ومن ماتريدية ومن اتحادية وغيرهم، وكلام أهل السنة والجماعة الذي هو الحق أيضا هو من جملة الأقوال التي ذكرها وحصرها في هذه الأبيات. لا. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، يعني بدون أن تتكلف تتعب مبذولة ورخيصة، يعني تحصلها ميسورة بدون تعب وبدون تكاليف مالية وبدون أسفار، هو جمعها لك، ما عليك إلا أنك تفهمها، هو الذي تعد في جمعها وأنت ما عليك إلا أنك تستفيد منه. نعم. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا السبيان، لو أنك فتشت الكتب ما وجدتها مجموعة، هي موجودة في الكتب لكن إنها مجموعة ومحصورة في هذا النظام ما تجدها. نعم. زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. وكون الإنسان يطلع على مقالات أهل الضلال بعد ما يعرف الحق، لا بد أولا أن يعرف الحق ثم بعد ذلك يعرف الضلال ومقالات الضالين من أجل أن يحذر منها ويحذر منها، كون الإنسان يلم بهذه الأشياء هذا شيء لا بد منه، ما يكفي أن الإنسان يقول أنا أعرف الحق فقط، بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف ما يضاده من أجل أن يحذر منه ومن أجل أن يحذر الناس منه، لكن ما يعرف الشر فكيف يتجنبه وكيف يحذر الناس من الوقوع فيه وهو لا يعرفه،
فليس معرفة هذه الأقوال محبة لها، وإنما هو من أجل الحذر منها، ولئلا يغتر الإنسان في الإنسان يقول هذا كلام فلان وهذا كلام فلان فيعتقد أنه صحيح أنه حق، في حين أنه باطل وضلال، لأن يعني كل ما قاله الكتاب والسنة فإنه باطل دون نظر إلى من قاله. فالحق يعرف بالدليل، ما هو يعرف الحق بالرجال ولا بالقائلين، إنما يعرف بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. فاعطف على الجهمية المغل الأولى. لما خلص من هذه المقالات في كلام الله وبين الحق والصواب فيها والباطل منها، قال اعطف على الجهمية. الجهمية هم أصل الضلال، هم أصل الضلال، وهذه الفرق كلها متفرعة عنها وناشئة منها، فهم أول من طرق باب الضلال والعياذ بالله. وكما ذكر العلماء أن أصل مقالتهم موروثة عن اليهود أو مروية عن اليهود، فلذلك أعاد الكلام فيهم لأنهم هم أصل البلاء، هم أصل البلاء وأصل الضلال، وكل هذه المقالات الضالة كلها نشأت من مذهبهم، تفرعت منهم. نعم. فاعطف على الجهمية المغل الأولى. الجهمية بعد جهم بن صفوان رأس المذهب، والمغل جمع مغول، المغول طائفة من البشر، قال لهم التتار وقال لهم المغول الذين حصل منهم ما حصل على المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمين وتقتيلهم للمسلمين وإتلافهم للكتب كتب المسلمين بزعمهم أنهم يقضون على الإسلام، ولكن الحمد لله الإسلام محفوظ، وما نقصوا الإسلام قيد شعرة مهما مع ما بذلوه من الشر ومن الفتك ومن القتل ومن الكيد، ولكن الإسلام لم يتأثر بهم الحمد لله. نعم. فاعطف على الجهمية المغل الأولى، قرقوا سياج العقل والقرآن، شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذاني. يعني لا تهاون مع الجهمية أبدا، عليك بأن تحذر منهم وأن تكسر حججهم وأقوالهم وتبين بطلانها، ولا تتهاون لا تتهاون بشأنها، لا بد من حربها ومضادتها، لكن ما يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال، لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أنه يحذر منه، لا يمكن أنه يتجنبه، يقع فيه وما يدري. فالعناية بمحاربة هذه الأفكار أمر واجب، فلا يجوز التساهل معها أو الغفلة عنها، لأن لها دعاة ولها أتباع، إذا غفل عنهم نشروها. نعم. فلا بد من المسلمين يكونون دائما على حذر ودائما في جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. الكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون بالحجة والبيان. نعم. أفتكتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. يخاطبهم، يخاطب الجهمية، يقول لهم أفتكتم المعقول يعني الأدلة العقلية، وأفتكتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة، العقل والنقل. نعم.
التفهم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ هل يصح أن يقال الله سبحانه وتعالى متكلم لأنه خلق الكلام، وأنه سميع لأنه خلق السمع، لا لأن الله متصف بهذه الأمور ولكن لأنه خالقها؟ فيقال عندهم الله متكلم بمعنى أنه خالق للكلام، ويقال الله سميع بمعنى أنه خالق للسمع، وبصير أنه لأنه خالق للبصر. هل هذا يصح في العقل ولا في النقل؟ إن الشيء يوصف بما هو خارج عنه، ما يمكن هذا، لا يوصف بالشيء إلا من هو متصف به حقيقة، فلا يوصف الله بالكلام إلا لأنه متكلم حقيقة، ولا يوصف بأنه سميع بصير إلا لأنه ذو سمع وذو بصر، ولا أنه عليم إلا لأنه ذو علم. يقولون لا، عليم يعني خالق العلم، هذا ما ينطبق على العقول ولا على الأدلة. إن الشيء يوصف بما هو خارج عنه وقائم في غيره، قائم في غيره، كيف يقال الله سميع لأنه خالق السمع الموجود في المخلوقات؟ يوصف الشيء بما هو خارج عنه وقائم في غيره، هذا ما هو صحيح. لا يقال كاتب مثلا زيد كاتب إلا إذا كان هو يكتب بالفعل، إذا كان هو يكتب يقال كاتب، إذا كان يقرأ يقال قارئ، إذا كان أنه يتكلم يقال متكلم. لا، الشيء إنما يوصف بالصفة إذا كانت قائمة به هو، ليست قائمة في غيره، هذا هو المعقول. نعم. أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران؟ هل يصح أن يقال فلان صبار وهو ما هو يصبر، ما عنده صبر؟ ما يمكن إلا إذا اتصف بالصبر. هل يقال شكار للنعم وهو لا يشكر، إنما غيره هو اللي يشكر؟ ما هو صحيح هذا، هذا كلام باطل. نعم. ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. هل على مذهب الجميع يقولون غفار لأنه خلق المغفرة، وعلام لأنه خلق العلم في غيره، هذا باطل. بل يقال غفار لأنه يغفر سبحانه وتعالى، ويقال علام لأنه يعلم سبحانه وتعالى، فلا يطلق الوصف إلا على من اتصف به لا على ما اتصف به غيره خارجا عنه. نعم. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. ليس عنده سمع ولا بصر، وإنما لأنه هو الذي خلق الأسماع والأبصار في المخلوقين عند الجهمية يقال سميع وبصير، هذا باطل. بل يقال الله سميع لأنه ذو سمع سبحانه وتعالى، بصير لأنه ذو بصر يرى ويبصر سبحانه وتعالى، والمخلوق أيضا يرى ويبصر ويسمع، ولكن لا تشابه بين الخالق والمخلوق في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فليس سمع المخلوق مثل سمع الخالق، وليس علم المخلوق مثل علم الخالق، وهكذا في سائر الصفات ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير. نعم. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. إنه يقال يوصف الشيء بما هو قائم في غيره، هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات من جميع العالم.
لكن الجهمية يرون أن هذا هو الصحيح. نعم. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان. هذا من جملة مقالة يقولون الله يوصف بالكلام لأنه خلق الكلام في غيره، فالمتكلم غيره، لكن يقال على الله متكلم من باب المجاز لأنه خلق الكلام من باب المجاز، على باطل. لا يوصف بالكلام إلا من هو متكلم في نفسه. نعم. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان. ويقال أن الله متكلم لأنه خلق الكلام في الإنسان، هذا باطل. لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني. لا يشتق، لا تشتق الصفة إلا ممن هو متصف بها، وأما إن تشتق من معنى قائم في غيرها فهذا محال. نعم. أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. فلا يقال متكلم إلا لمن هو متصف بالكلام في ذاته، فيقال متكلم. يشتق من تكلم متكلم، تكلم يتكلم هذا فعل، يشتق منه الوصف فيقال هو متكلم. هذا الاشتقاق. ونظير لا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. إذا كان أخوان واحد مبصر واحد أعمى فلا يقال للأعمى أنه مبصر لأن أخاه مبصر، هذا محال، هذا لأن البصر قام بغيره، فلا يصف الأعمى بأنه مبصر لأن أخاه مبصر والبصر في أخيه، لا، إنما يقال مبصر إذا كان هو ذا بصر. هذا مقتضى اللغة ومقتضى القرآن ومقتضى السنة ومقتضى العقول ومقتضى كل الأدلة تدل على هذا. لو جيت على أعمى وقلت هذا مبصر، ليه؟ قال تقول لي أنه أخوه، أخوه مبصر، لا ضحك عليك الناس كله، لكن هذا كلام الجهمية، هذا هو كلام الجهمية، يقولون الله متكلم لأن الخلق الذي خلقهم جعل فيهم الكلام. نعم. فمعناه أنهم وصفوا الله بمعنى القائم بغيره. نعم. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. لو قلتم عن البصير أنه أعمى لأن أخاه أعمى ما صح هذا، لأنه لا يوصف بالشيء إلا من هو قائم به الوصف، أما إذا كان الوصف قائما بغيره فلا ينسب إليه أبدا. نعم. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان. والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان. يعني يمكن أن يحتجوا ويقولوا الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق لأنه خلق الموجودات، خلق الموجودات ويوصف بأنه خالق، فليس معنى ذلك أن الخلق حال في ذاته، فرق بين هذا وهذا، فرق بين الشيء الموجود خارجا عن ذات الله سبحانه وتعالى والشيء الموجود في ذات الله جل وعلا من الصفات،
فرق بين الصفة وبين الأعيان، الوصف والعين، أو المعنى المعاني والأعيان، فرق بين هذا وهذا. الأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه وتعالى، أما المعنى وهو الخلق والإيجاد والتقدير فهذا قائم بذات الله سبحانه وتعالى. فرق بين الأعيان وبين المعاني، المعاني تتصف بها ذات الرب، أما الأعيان فإنها تكون خارجة عن ذات الرب، فالمخلوق غير الخالق. نعم. ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني. هذا كلام الجهمية يحتجون بهذا. نعم. هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. هذا كلام الجهمية يقولون إذا كان إن الله يقال خالق وليس في ذاته شيء من الخلق، فكذلك يقال الله متكلم وليس في ذاته شيء من الكلام. نقول فرق بين المعاني والأعيان، المعاني يتصف الرب بها سبحانه وتعالى، يتصف بالكلام والسمع والبصر والإرادة والخلق وأما الأعيان المخلوقة الموجودة فهي غير الرب سبحانه وتعالى. نعم. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. والسين عند الباء ليست بعدها، لكن هما حرفان مقترنان. هذا كلام الاقترانية الذي سبق، كلام الاقترانية طائفة يرون أن كلام الله قديم ولا يتجدد، وأن حروفه متقارنة لا يسبق بعضها بعض. هذا كلام باطل، هذا لم يقله أهل السنة، وإنما قاله طائفة في سبيل السنة، ولكنها أخطأت في هذا لأن هذا غير معقول، فلا يحتج به الجهمية على أهل السنة، لأن أهل السنة ينكرون هذا القول. نعم. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، كما هو قول الأشاعرة، هذا أيضا لا يعترف به أهل السنة، الجهمية يلزمون أهل السنة بذلك، فالجواب عن ذلك أن هذا ليس قول أهل السنة، هذا قول الأشاعرة قد أنكره أهل السنة. نعم. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما إن له كل ولا بعض، ولا العربي حقيقته ولا العبراني. كلام الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، يقولون كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأما الحروف والألفاظ فهي مخلوقة حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله كما سبق. الجهمية يحتجون علينا بهذا، نقول هذا لا يلزمنا، هذا كلام الأشاعرة وكلام الماتوريدية ونحن أنكرناه. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان. يقولون أن كلام الله لا ينقسم إلى أمر ونهي، لأنه معنى قائم بنفسه، فلا ينقسم إلى أقسام خبر وأمر واستفهام وغير ذلك، لأنه معنى والمعنى لا ينقسم. نقول هذا لا يلزمنا، هذا ما هم من كلامنا، هذا من كلام الأشاعرة، وأهل السنة براء من هذا القول. نعم. وكلامه كحياته ماذا فمقدورا له بل لازم الرحمن. نعم.
هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرة للإنسان. الجهمية يقولون هذا مخالف للفطر وللعقول، نقول نعم هو صحيح هو مخالف، ولذلك أنكرنا عليهم، أنكرنا على الأشاعرة، أنكرنا على الماتريدية، أنكرنا على الذين قالوا هذه المقالة لأنها غير معقولة أبدا. نعم. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة فالفعل منه كلاهما سيان. الجميع يقولون حنا أحسن من هؤلاء، لأننا نرى إن كلام الله أنه بحروف وأنه بإرادته سبحانه وتعالى، وأما الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أنها معاني قائمة بذاته لا تتعلق بالإرادة والمشيئة، يقولون حنا أحسن منهم لأننا نقول أن كلام الله حروف وألفاظ ومعاني وأنها مرتبة، الباء قبل السين وهكذا، ظنهم صحيح. هذا الذي ذكرتم صحيح من ناحية لكنه باطل من ناحية، تقولون أنه بحروف وأنه بألفاظ وأنه بإرادة، لكن تقولون أنه مخلوق، تقولون أنه مخلوق، هذا باطل. كونه بإرادة وكونه بمشيئة وكونه بحروف وبألفاظ هذا صحيح، لكن قولكم أنه مخلوق هذا باطل. نعم. كلامهم مركب من شيء صحيح وشيء باطل. نعم. أما الذي قد قال إن هذا كل سياق كلام الجهمية الآن. نعم. لا بعد جرد عليه. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان. هذا صحيح كله. نعم. فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران، فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. يقولون أي كلام أو كلام الأشاعرة والماتريدية أيهما صح عندكم؟ فنقول كلاهما باطل، كلام الأشاعرة وكلامكم أنتم كله باطل. نعم. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. كل هذا اعتراض من الجهمية. فدعوا الدعاوي وابحثوا دعاوى معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. طيب لا في شك. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفو في إمكاني. الجواب نقول هذا ما هو لهم مذاهبنا، هذه مذاهب منحرفة، وإن كان أهل العلم ينتسبون إلى السنة وهم أقرب من الجهمية بلا شك إلى السنة، لكن كلامهم هذا ما هو صحيح ولا يلزم أهل السنة. نعم. وارفوا مذاهبكم وسدوا فرقها إن كان ذاك الرفو في الإمكان. وصلحوا الخلل اللي عندكم وبعدين ناقشونا، يقولون الجهمية لأهل السنة. نعم. فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. يعني الجهمية أدلوا على أهل السنة بهذه الحجاج، فما هو الجواب عنها؟ انتبهوا. نعم. لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر القرآن والإيمان. إذا أردت أنك تمشي مع الصحيح من هذه الأقوال وترد الباطل فالزم الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الحق وفيه البيان وفيه النور، فالذي يبي يرد على الطوائف بغير القرآن والسنة ما يمكن، يدخل معهم
وإن كان بزعمه أنه يرد عليه، فالرد إنما يكون بالكتاب والسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أردت أنك ترد على المبطلين والضلال في كل زمان وفي كل مكان، لا ترد عليهم إلا بالكتاب والسنة، لأنهما معصومان من الخطأ. لكن الشأن في أنك تفهم الكتاب والسنة، يعني ما كل من يرد بالكتاب والسنة يصير فاهم للكتاب والسنة، لا بد تفهم أولا ثم بعد ذلك ترد. نعم. لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم أكثر القرآن والإيمان. هم الجيش الذي لا يهزم، أهل القرآن والسنة هم الجيش الذي لا يهزم. إذا تسلحوا بالقرآن والسنة فلا يمكن أن يهزموا أبدا. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فإن حزب الله هم المفلحون. نعم. وتحيزا إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. لا ترد عليهم بالمنطق ولا بعلم الكلام ولا بالفلسفة، لأن كذا هم يمكن يتقنون هذه الأشياء أكثر مما تعرفها أنت فينتصرون عليك، ولأنها باطل، لأنها باطل ليس فيها شيء من الحق، وإنما هي زيف. فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبدا، ولكن قبل هذا لا بد أن تفهم معنى القرآن ومعنى السنة على الوجه الصحيح، لأن إذا ردت عليهم بجهل فإنك تفسد أكثر مما تصلح، فينتصرون عليك. نعم. فتقول: هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلاني، إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. فرق بين الفعل والمفعول. الفعل معنى قائم بالفاعل، وأما المفعول فهو شيء خارج عن الفاعل. فإذا قلت فلان كاتب، فالكتابة وصف قائم بالكاتب بالشخص. أما المكتوب فهو شيء خارج عن الكاتب، شيء منفصل. ففرق بين المفعول اللي هو المكتوب وبين الفاعل الذي هو الكاتب. فالكتابة معنى قائم بذات الشخص، وأما الكتابة فهي معنى خارج وأثر للمعنى القائم بذات الفاعل. نعم. إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدتان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدتان، لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان. والحق أنه فيه فرق بين الفعل والمفعول. الفعل معنى قائم بالفاعل، وأما المفعول فهو خارج عنه ناتج عنه، فلا يخلط بينهما يقال الفعل هو المفعول. هذا هو الذي أوقع الناس في الضلال، الخلط بينهما بدون تفصيل. نعم. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن. هو الخلط، ولهم أن الفعل هو المفعول، هذا هو الذي سبب الضلال. الصواب أنه فيه فرق بين الفعل والمفعول،
فالفعل معنى قائم بالموصوف، وأما المفعول فهو شيء موجود وأثر منفصل عن الموصوف. لا. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان، والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، وخصومهم لم يصفوا في رده بل كبروهم ما أتوا ببيان، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وأنهم نوعان، إحداهما جعلته مكتفحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان. المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والكلام، هذا معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، ولكن القائلون بهذا انقسموا إلى قسمين: قسم يقولون هو معنى قديم لا يتجدد، وقسم يقولون هو قديم النوع حادث الآحاد، الله جل وعلا يوصف بأنه متكلم، والكلام صفة له سبحانه وتعالى، لكن كلامه يتجدد إذا أراد سبحانه وتعالى فإنه يتكلم في الماضي وفي المستقبل وفي تكلم متى شاء. كل صفات الأفعال فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والاستواء وغير، هذه كلها صفات أفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، هذا هو الصحيح. الذين يقولون أنها قديمة فقط هذا ما هو صحيح، وإنما قالوا هذا فرارا من حلول الحوادث بالله كما يقولون، ولكن هذا غير صحيح. صحيح أنه قديم النوع حادث الآحاد، الله جل وعلا لا يزال متكلما، ما زال ولا يزال متكلما متى شاء إذا شاء، فصفة الكلام قائمة قديمة به سبحانه، لكن فعل الكلام هذا متجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فالكلام حادث الآحاد، أما جنسه فهو قديم. وفيه من يقول لا، ما هو قديم لئلا يصير يشارك الله جل وعلا في القدم، وهؤلاء هم الذين يرون منع تسلسل في الماضي. والصواب أن صفات الأفعال قديمة النوع مع الله سبحانه وتعالى لا أول لها، كما أن الله جل وعلا لا أول له، هو الأول ليس له بداية سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس له نهاية، كذلك صفاته معناها ونوعها قديم بقدمه سبحانه. وهذا قضية التسلسل التي أنكروا على الشيخ تقي الدين، وقالوا أنه يرى أن الحوادث لا أول لها ويرى التسلسل في الماضي وشنعوا، ولكن هم ما فهموا، أو أنهم فهموا ولكن غالطوا،
وفيه فرق بين المعاني وبين الأعيان، أو بين الجنس وبين الأفراد. فصفات الله الفعلية قديمة النوع بقدمه سبحانه، قديمة النوع، النوع لا تدل الأعيان بل النوع. وأما الأعيان، أعيان أفعاله سبحانه وتعالى، فإنها حادثة متجددة، فلا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتكلم ويأمر وينهى ويريد ويشاء سبحانه وتعالى. هذا هو الفصل في هذه القضية، تسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. لا. والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل رضي، ذاك ابن حنبل الرضي رضا الشيباني. والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني. حنبل الرضا لا تنوم. والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل. لم يزل يعني لم يكن لأفعاله بداية، لم يكن لأفعاله بداية أبدا، لا بداية له، كما أن ذاته سبحانه لا بداية له، فكذلك أفعاله وصفاته لا بداية له. لا. قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان. يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فإنه يكون قديم النوع حادث الآحاد. لا. جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. اتصافه بالكلام هذا ليس له بداية، اتصافه بالكلام هذا ليس له بداية، اتصافه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هذا ليس له بداية، لا يزال متصفا بذلك. أما أفعاله سبحانه وتعالى فإنها متجددة تتعلق بمشيئته وإرادته، متى شاء فعل سبحانه وتعالى. لا. وكذا تنص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني. يا دائم الإحسان، يا دائم الإحسان، فدل على أن اتصافه بالإحسان أنه أزلي، اتصافه بالإحسان أزلي لا بداية له. أما أفراد الإحسان فهي متجددة، لا يزال يحسن سبحانه وتعالى إلى عباده ويخلق ويرزق. نعم. ويدبر. نعم. وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن. وكذا فجعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أواني. نعم. ابن عباس لما أجاب الرجل الذي جاء يسأله عن شواهد اللغة، كل ما سأله جاء أتى له ابن عباس بشاهد من كلام العرب حتى أغرقه بالأدلة والشواهد، فذلك جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين أهل البيت أيضا أجاب بهذا الجواب كما أجاب به ابن عباس، وكما أجاب الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة أن صفات الله جل وعلا قديمة النوع، يعني الصفات الفعلية، صفات الفعلية قديمة النوع فهو متصف بها في الأجل الذي ليس له بداية، وأما أفراد الأفعال فإنها تتجدد متعلقة بالمشيئة.
إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأراد الله فإنها توجد هذه الأشياء. نعم. وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فلا يفترقان. كل حي فإنه فاعل. والله جل وعلا يوصف بالحياة أزلا وأبدا، لا تفارقه الحياة سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالحي لا بد أنه يفعل، الفعل ملازم، أما الميت فليس له فعل. الله جل وعلا يوصف بالحياة أزلا وأبدا، فيلزم من هذا أنه يوصف بالأفعال أزلا وأبدا، لا بداية لأفعاله سبحانه وتعالى، كما أنه لا بداية لذاته سبحانه وتعالى. صدق الإمام. فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان. والله لم يزل حيا، إذن هو لم يزل فعال. هذا رد على الذين يقولون إن أفعال الله لها بداية لئلا يلزم التسلسل في الماضي. نعم. إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاتل الحيوان. قد يكون الشيء حي لكنه ما يستطيع يعمل لمانع يمنع. هذا في المخلوقين، المخلوقين فيهم حياة لكن لا يستطيعون بعض الأفعال لمانع، إما عمى ولا خمم ولا شلل ولا لمانع، لكن لو زال هذا المانع فصار يفعل. نعم. أما الله جل وعلا فإن حياته لا يعتريها موانع أبدا، حياة المخلوق يعتريها موانع تمنع من الفعل، أما حياة الخالق جل وعلا فلا يعتريها موانع، فهو لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. الخالق حي والمخلوق حي، ولكن هناك فرق بين حياة الخالق حياة المخلوق. حياة الخالق لا يعتريها موانع، ولا موت ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي الذي لا يموت. أما المخلوق فحياته يعتريها موانع وعجز وكسل تمنعه من الفعل وهو حي. نعم. والرب ليس لمانع، ما شاء كان بقدرة الديان. ولهذا يقول جل وعلا في وصف نفسه الفعال لما فعال لما فعال لما يريد، فعال لما يريد. أما المخلوق فقد يريد الشيء لكن ما يستطيع يفعله وجود المانع. نعم. ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذا قدرة ربنا الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. ولهذا يدعون حتى العوام يدعون يقولون يا دائم الإحسان يا دائم الإحسان. ما معنى دائم؟ أنه جل وعلا لا يزال متصفا بالإحسان أزلا وأبدا. ما قالوا إن إحسان كذا وكذا، وإنما يقولون يا دائم الإحسان. كذلك صفاته سبحانه وتعالى كلها دائمة. نعم. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان. حتى العوام يقولون هذا، فطرهم الله على هذا الشيء، ولم ينكر عليهم أهل العلم، لم ينكروا عليهم يقولون لا إن الإحسان ما هو دائم، إنما لا يلزم مشاركة الله في القدم. ما قالوا هذا، وإنما سمعوا العوام يقولون هذا الكلام وأقروهم عليه، والعوام قالوه بمقتضى فطرتهم التي فطرهم الله عليها. دل على أن صفات الرب ليس لها بداية وأن أفعاله ليس لها بداية. نعم. وقديم الإحسان الكثير ودائما جاء
المجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل. فطرة من غير إنكار عليهم. غير إنكار عليهم من أهل العلم. ولو كانوا أخطأوا لرد عليهم أهل العلم ولما أقروهم على هذا، أدل على أن هذا حق. السبب أنهم فطروا على هذا، ما علموا إياه ولا درسوا إياه، وإنما هو فطرة فطرهم الله عليه. كما أنهم ما علموا ولا درسوا العلو، علو الله جل وعلا على مخلوقات، ومع هذا إذا دعا العام والجاهل والأعراب وكل حتى البهائم فإنه يرفع إلى السماء، يرفع إلى السماء. فطرة، فطروا على أن الله جل وعلا في العلو، يتجهون إليه في العلو، وهم ما درسوا هذه المسألة ولا علموها، عوام وبدوا في الصحراء، لكن الفطرة فطروا على هذا الشيء. نعم. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان. وكماله سبب الفعال وخلقه، أفعالهم سبب الكمال الثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه؟ وما دام وصفه قديم ولا يزال، فكذلك أفعاله قديمة ولا تزال تتجدد، ليس لها حد بدأت منه. نعم. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان. ما دام وصفه ليس له بداية وحدوث، كذلك أفعاله جل وعلا ليس لها بداية وكماله، ولكن هذا بالنسبة للجنس والنوع، أما الأفراد فإنها تتجدد. نعم. وكماله سبب الفعال وخلقه، وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. وكماله سبب الفعال وخلقه، الكامل وهو الله جل وعلا الذي له الكمال المطلق، يقتضي أنه لا حد لأفعاله، لا حد لأفعاله سبحانه ولا بداية لها، هذا يقتضيه كمال الرب. لأننا لو قلنا إن أفعاله لها بداية للزم أن يكون هناك وقت يكون الله جل وعلا على هذا الاعتبار فاقدا للكمال، لأن عدم الفعل نقص، وإمكان الفعل هذا كمال، وكمال الله ليس له بداية، فكذلك أفعاله ليس لها بداية. نعم. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدث وكماله. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان. فكما أن كمال الله ليس له بداية فكذلك أفعاله، أما إذا حدد وقيل إن أفعاله بدأت من كذا وقبل ذلك لم يكن فاعلا، صار هذا نقص. الله جل وعلا منزه عن النقص دائما وأبدا. نعم. وكماله سبب الفعال وخلقه، أفعالهم سبب الكمال الثاني. نعم. أوما فعال الرب عين كماله، أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. هذا رد على الذين يمنعون قدم الأفعال، يمنعون قدم أفعال الرب سبحانه وتعالى بأنه يلزم على هذا وصف الله بالنقص. وأيضا إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية ف
فما الذي جعلها ممكنة فيما بعد؟ ما الذي جعلها ممكنة؟ كيف تكون في وقت ممتنعة ثم تكون في وقت ممكنة؟ ما هو السبب في هذا؟ هذا تحكم وقول بلا علم، فدل على أن أفعاله سبحانه وتعالى متكررة ودائمة لا انقطاع لها ولا بداية لها ولا نهاية. لا فالله قد ظلت عقوبة.